السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نصيحة لتثبيت القرآن يا شيخ. نعم. نصيحة لتثبيت القرآن. أولا تسأل الله أن يثبته في ذهنك أو في قلبك. ثانيا وكما في الأثر، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. قد قال النبي تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور رجال من الناقة. فالشاهد أنك تحافظ على القراءة المراجعة وتصلي به في صلاة الليل مع سؤال التثبيت. بارك الله فيك. وفيك الله يحفظكم.